أدرمت النيران في حافلتين بوسط مدينة ريو دي جانيرو بعد أن تم العثور في وقت سابق على جثتين كان ضحاياها تعرضتا للطعن حتى الموت في شانتي تاون والتي عرفت أعمال عنف الأسبوع المنصرم. إحدى المقيمات بالحي أنحت باللائمة على رجال الأمن واعتبرت عدم حماية الضحيتين تقاعسا. الضحيتان المقتولتان كانا يعملان سائقي دراجة أجرة سياحية. لا نقبل أن تقوم الشرطة بعمل قتل بعد يومنا هذا، لا نقبل ذلك، فليس من العدالة في شيء. أما حاكم الولاية فصرح أن الشرطة تحاول السيطرة على تفشي أعمال العنف. نحن بصدد إجراء تحريات معمقة وقادمون على خوض عمليات كبيرة خططنا لها لمكافحة الجريمة. هذا واندلعت في وقت سابق احتجاجات وقتل جراءها ما لا يقل عن 12 شخصا في موردو ساو كارلوس وبأحيائها الفقيرة وما جاورها.